الكلام هو الوسيلة الأولى والأساسية للإنسان من أجل التعبير والتواصل مع الآخرين، ومن الواضح أن معظم الأشخاص يحبون التحدث للغاية ولا يكتفون من الكلام، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء تتكلم بمتوسط 20,000 كلمة في اليوم، بينما يتكلم الرجال بمتوسط 6,000 كلمة في اليوم. ولكن هل تتخيل يوما ماذا يمكن أن يحدث إذا توقفت عن الكلام لمدة عام كامل؟ هذا ما سنجيب عليه اليوم. يوجد العديد من الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص لا يتحدثون لمدة عام، من ضمنها الاشتراك في مظاهرات صامتة لوقت طويل، أو المعاناة من خلل في النطق مثل مرض الرتة الذي يعرف بعسر التلفظ، أو مرض بحة الصوت. وهناك الكثير من التغييرات التي تحدث لهؤلاء الأشخاص إذا بالفعل ظلوا صامتين لمدة طويلة للغاية، حيث يعتمد الكلام على التنسيق المعقد بين العديد من الأعضاء مثل الأنف والأسنان واللسان والشفاه، والتي تتغير ملامحها بالتأكيد إذا توقف الشخص عن التحدث لفترة. بالإضافة إلى تغير ملامح الوجه، يكون هناك اختلاف كبير في الصوت نفسه، حيث يصبح النطق مختلفاً تماماً عند العودة مرة أخرى إلى الكلام بعد التوقف لمدة عام، لدرجة أن الصوت والنبرة يكونان مشابهان لصوت الأشخاص الصم الذين يتحدثون بصوت غريب، لأنهم غير قادرين على سماع أصواتهم. وبما أن هذا الشخص لن يستطيع سماع وتعديل صوته لفترة طويلة من الوقت، فإن صوته سيكون مختلفاً جداً عن الطبيعي، كما أنه لن يكون قادراً على التكلم لفترة طويلة من الوقت، إذ يقوم العقل في العادة عند رغبة الشخص في التحدث بإرسال إشارة إلى الحنجرة، ويقوم الهواء الموجود في الرئتين بالمرور عبر الحجاب الحاجز، مما يمكن الشخص من التحدث. لكن إذا لم يتكلم الفرد لمدة سنة كاملة، فإن هذه العملية سوف تكون صعبة جداً، لأن تنفسه سوف يستمر في الانقطاع بسرعة عالية، وسترتبك الرئة، مما سيجعل الشخص غير قادر في الغالب على إنهاء الجمل معاً. هناك أيضاً بعض الأعراض الجانبية الأخرى عند الرجوع للكلام، من ضمنها احتمالية المعاناة من صداع سيء، لأن العقل كان قد تعود على عدم الكلام، وحساسية وألم الأحبال الصوتية، مما سيؤدي إلى تحدث الشخص بصوت عال ووجع شديد في الحنجرة، كما أن الشخص الذي عاد إلى الكلام بعد فترة من التوقف سوف يبدو وكأنه غبي بسبب التغيرات العصبية في الدماغ، حيث تقول دراسة في جامعة نيويورك أن الأشخاص الذين لا يتحدثون لفترة طويلة من الوقت يواجهون بعد ذلك صعوبة بالغة في ربط الكلمات والجمل مع بعضها، ويقومون في الكثير من الأوقات بخلط الكلمات مع بعضها خلال الكلام، ويمكن أيضاً نسيان الكلمات الرابطة بين الجمل مثل حروف الجر. كل هذه الأمور سوف تؤدي إلى بطء خروج الكلمات، وستجعل الشخص يبدو غبياً ومتأخراً في الكلام. ومن أفضل الأمثلة على عدم التحدث لفترة طويلة هو جون فرانسيس، الذي لم يتكلم لمدة 17 عام، على الرغم من أنه لم يعاني من أي خلل صوتي، حيث بدأ جون في تنفيذ قراره بعيد ميلاده 27 في عام 1973، وكان يعتقد أنه سوف يأخذ راحة من الكلام لفترة بسيطة، لأنه كان متعباً من الجدال والخناق طوال الوقت، لكنه استمتع بالأمر للغاية في أول أسبوع، وقرر الاستمرار في عدم الكلام بالرغم من قلق عائلته التي اعتقدت أنه انضم إلى طائفة دينية أو شيئاً مشابهاً لذلك، إلا أنه كان ببساطة يشعر بسلام نفسي من عدم الكلام، ولم يرد التخلي عن هذا الشعور، وقرر في الذكرى العاشرة لتوقفه عن الكلام أن يتحدث لمدة يوم واحد، رجع بعده إلى عدم التحدث لمدة 7 سنوات أخرى. ويقول جون أن العودة للكلام في هذا اليوم كانت غريبة للغاية بالنسبة إليه، حيث واجه صعوبة في قول أي كلمة أو تجميع الكلمات مع بعضها.